محمد شريف يبدو قريبا من الانضمام إلى فريق الخليج السعودي. فريق الخليج كان قد بالفعل أرسل عرضا رسميا إلى النادي الأهلي. الأهلي ما كانش مبسوط قوي بالمقابل المادي في البداية، لكن بحسب المعلومات الواردة أن العرض زاد فوصل ربما إلى ما يقرب من 2 مليون دولار، وده رقم بالنسبة للأهلي جيد جدا في راحل مفاجئ. نجم الأهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي. تفاصيل عاجل: محمد شريف يوقع للخليج ورئيس النادي يصل لمصر للتفاوض مع الأهلي. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. راحيل مفاجئ. نجم الأهلي ينتقل لدوري روشن السعودي. تفاصيل: كشف الإعلام إسلام صادق عن توقيع مهاجم النادي الأهلي محمد شريف لنادي الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكتب إسلام عبر حسابه على فيسبوك: صحيفة اليوم السعودية، محمد شريف وقع على عقود انتقال إلى نادي الخليج السعودية. عاجل: محمد شريف يوقع للخليج ورئيس النادي يصل مصر للتفاوض مع الأهلي. كشف مصدر مقرب من محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم أن نجم الفريق الأحمر قد وقع لنادي الخليج السعودي تمهيدا لانتقاله إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وحاليا في انتظار حسم المفاوضات مع النادي الأهلي. الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية. وأقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي بجمع متعلقاته خلال الساعات الماضية من داخل مقر الفريق في ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار توجيه شكر له. ميدو يكشف السبب الرئيسي لرحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي. كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق السبب الرئيسي لرحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه كمدير كرة في النادي الأهلي. وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج ريمونتادا على قناة المحور: السبب الرئيسي في رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه كمدير كرة هو مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. وأضاف: كولر في جلسته مع الخطيب اشتكى من وجود مشاكل إدارية كبيرة جدا، أهمها أن الرجل لم يكن يعلم أن أي شيء عن مواعيد مباريات الفريق في كأس الرابطة، وفوجئ بإبلاغه بالأمر قبل أسبوعين. وقتها كولر غضب بشدة، وكان ذلك سبب رئيسيا في طلبه بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة. واختتم: واحد من الأسباب نجاح الأهلي خلال الفترة الماضية سيد عبد الحفيظ، مهما اختلفنا معه سيد عبد الحفيظ نجح مع الأهلي وبشكل كبير جدا. سيد عبد الحفيظ ينفي الإدلاء بتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي خروجه بتصريحات عبر إحدى صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الماضية. ونشرت إحدى صفحات منسوبة لسيد عبد الحفيظ تصريحات لمدير الكرة السابق، ولكنه نفى الأمر تماما ونفى امتلاك هذه الصفحة. وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة إنه لا يملك أي صفحات على السوشيال ميديا، وقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية جراء مروجي شائعات ضده. يذكر أن سيد عبد الحفيظ قاد منصبه كمديرا للكرة في الأهلي في الموسم الماضي على مستوى عالمي، ونجح في قيادة الفريق رفقة الجهاز الفني نحو تحقيق موسم تاريخي على مستوى البطولات التي وصلت إلى 5 بطولات محلية وقارية. وعلى النادي الأهلي راحل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وعرض عليه الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة شركة الكرة ولجنة التخطيط. قرار رحيله اتخذ منذ 5 أشهر الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ الجديدة بعد إقالته من الأهلي. تصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المشهد الكروي بعد قرار رحيله عن منصبه. وعلى النادي الأهلي في بيان رسمي رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه وتعين خالد بيبو بدلا منه كمدير للكرة داخل الفريق. وكشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق الصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن الخطوة القادمة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي. وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية: سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة. وتابع: البداية كانت بسبب موقف ما حدث في شهر مارس الماضي، وكان هناك قرارا بأن التغيير سيتم بنهاية الموسم، ولن أعلن عن كواليس ما حدث في هذا الموقف. وأكمل:
غير صحيح أن السيد عبد الحفيظ تلقى عروضا من أندية خارجية للعمل كمدير الكرة بعد رحيله عن النادي الأهلي، وأوضح في الغالبية ستكون خطوة السيد عبد الحفيظ القادمة هي العمل في المجال الإعلامي مرة أخرى بنسبة 95%، ويملك عددا من العروض المميزة، وسيكون اتجاهه القادم نحو العودة للإعلام من جديد. مجدي عبد الغني يعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ ويكشف الأسباب المدوية. علق مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق ونجم منتخب مصر على قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بشأن رحيل سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة والإعلان عن تعيين خالد بيبو بدلا منه. وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية على قناة الشمس: هل رحيل سيد عبد الحفيظ إقالة أم استقالة؟ الجميع يتحدث، ولكن الحقيقة غائبة عن سبب رحيله من منصبه مع القلعة الحمراء. وأضاف: إذا كانت استقالة كان من المؤكد أنه سيكون له منصبا آخر داخل النادي، سواء مذيع في قناة الأهلي أو الانضمام لشركة الكرة بالنادي، وهذا ما تعودنا عليه في الأهلي الأشخاص المرضي عنهم. وواصل: على سبيل المثال عبد القيل الذي بدأ في منصب مدير التعاقدات قبل أن يدير شركة الكرة في صفوف النادي الأهلي. وزاد: مدير الكرة السابق حصد مع الأهلي كل الألقاب في الموسم الحالي كما بذل مجهودا كبيرا، ولكن هل سبب رحيله لوجود خلافات مع كولر كما سمعنا، أم لتوتر علاقته مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء؟ أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي رسالة مؤثرة للجماهير. حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد إقالته من منصبه. ونشر سيد عبد الحفيظ صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: مش هنسى حجم الدعم العظيم ده من جمهور الأهلي. ووجه النادي الأهلي الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية. وجاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب وفاة ابن الفنان حسن يوسف؟ لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.